تعرض الطفل عمار ناجي مقبل لانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في منطقة العفيرة مديرية جبل حبش بتعز، وأسفر انفجار اللغم عن إصابة الطفل عمار إصابات بالغة، كما انفجر لغم آخر زرعته ميليشيا الحوثي والمخلوع في ذات الطريق بإحدى السيارات، ما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة 5 نساء. روحة من النشمة، وبعدين مشينا لعند روح المهمات، وبعدين رحبتنا اللوم ونحن راكبين بباص، ما عديت في نفسي قانا اللومنا، بعدين ما عديت في نفسي اللي بعد يوم أهلك النازحين صاحبي. أيوة روح جنب أهلي. الميليشيات أعطت المواطنين فرصة 24 ساعة للنزوح والخروج من المنطقة، ما لم ستقوم بتفجير المنازل وتلغيم المنطقة بالكامل، وقد كان لغموا سابقا الطرقات وهي الوحيدة المنافذ التي تؤدي إلى منطقة البيرين، مما أدى إلى تفجير الباص الخاص بالأخ عبد الرحمن أحمد عبد الله، وكان بداخله الطفل عمار ناجي مقبل بمعية أسرته متجها إلى البيرين. وكذلك في نفس اليوم الساعة 5 عصرا تم تفجير حافلة أخرى ملك الشهيد عبد الله سعيد مكرد، ونتج عن كذلك إصابة 5 نسوان بالإضافة إلى إعطاب الحافلة الخاصة بالشهيد.